إلى الدوحة ومفد العربية ليث بازاري. يعني ليث، أنت تتواجد بالدوحة وتعيش هذه الأجواء المونديالية الجميلة، العالم كله يرقص السامبا اليوم. يرقص السامبا، وكذلك بمحض الصدفة التقينا قبل قليل مشجع سعودي ومشجع مكسيكي موجودين هون رايحين يشجعوا المنتخب أو يحتفلوا مع المنتخب البرازيلي. بدي أسأل بوي أبريغونتار أستاذ ديسبوس كيف بينسى الفيجو كون السعودية أرابيا سيرمي الميركلس، شو رأيك في المباراة التي ستحصل بين المنتخب السعودي والمكسيكي يوم الأربعاء؟ بصير فيجو موي ديفيسيل، ستكون اللعبة الصعبة. أرابيا السعودية و مكسيكو سيجوغان لكاليفيكاسيون، dependemos de que Polonia simplemente le gane Argentina que también veo muy complicado. نعم، بقول هذا يعتمد طبعا على فوز بولونيا على الأرجنتين، وطبعا هذا سوف يقود إلى حسم من سيدخل المرحلة الجاية في المونديال. على كل حال حضرتك، يعني أنا شو الصدفة أنت ماشي مع واحد مكسيكي مع أنه المنتخب عدو المكسيكي اليوم؟ لا، خارج الملعب إحنا أخوان. نعم. أما في الميدان بإذن الله المنتخب راح يفرض كلمته، وزي ما انتصرنا على الأرجنتين بنفوز على المكسيك بإذن الله إن شاء الله. هذه أجواء المونديال، عفوا راوية وطاهر، عفوا واحد تعبان شوي. على كل حال الجميع سوف يتجه الآن إلى السوق واقف حتى يحتفل مع البرازيليين، الذي طبعا كل ليلة بسوق واقف تقام هذه الاحتفالات، وإحنا هلأ بدأت الاحتفالات هون. هاي السعودي السعودي، إحنا في منطقة مشارب وبعد شوي رح ننتقل إلى منطقة ثانية. إذا بتشوف تفضل. فكرة، شوف بقول لك شغلة، أنا حضرت مباراة السعودية، تمام؟ نعم. أنا متأكد المرة هاي السعودية والمكسيك راح تكون عبارة عن حرب حرب حرب. بكرة السعودية زي ما بقول لك راح تمسح مسح إن شاء الله. إن شاء الله الفوز للسعودية. يا عم هون هاي على فكرة هاي المنطقة لاحظت أنا كتير بتصير، يعني هون منطقة مشارب دائما بتلاقوا المشجعين من جميع المنتخبات لكون صريحين. يعني شفت أرجنتينيين مع إكوادوريين، شفت من غانا ماشيين مع كوريين، هذا الحلو. برضو المونديال لازم نحكي أنه برضو هو فرصة للتعرف على الآخر، مش بس المنافسات الرياضية. يعني شفنا برضو كان في فعاليات ثقافية، شفنا حفلات موسيقية من بلدان عدة تقام أمام الملاعب كل مرة، فهذا شيء جميل. وإذا حكينا مثلا مع الشباب، مين بعد عندنا؟ ما حكى قبل شوي، كان في واحد أنت حكيت قبل شوي، خلص حكيت عليك. آخر رسالة في مجال، تفضل. بتمنى من الشعب الأردني كأس العالم 2026 أنها تشد حيلها وتجيب هاللاعبين زي العالم والناس وتدربهم، اللي نجيب كأس العالم إلنا بمناسبة إنه عندنا لاعبين يعني أقوياء ومحترفين، ولكن نحن بحاجة فقط إلى العزيمة. بس أنت طالع محلل رياضي، بس أنت حاطط لي علم إسبانيا، يلا إسبانيا. نعم، هذا اللي بنشوفه، يعني الأجواء هي عن جد حميمية. شفنا كتير برضو، اكتشفت إنه بسوق واقف في مكان يتم فيه تعليم الطبخ بين المشجعين، كل واحد بجيب وصفات من بلده بعلمها للمشجعين شجع الآخر، فهذا جميل أن يكون ذلك في بلد عربي هنا في قطر. وطبعاً يعني راح نحتفل بعد شوي إن شاء الله، إذا ما تعبنا بتكون حفلات السامبا مثل ما حكت راوية قبل شوي دائماً كبيرة، وإن شاء الله تكون الوضع تمام، ويعني تكون احتفالات راقية مثل ما شفنا المنتخب السعودي كيف احتفل، وكيف مثل ما شفنا المنتخب المغربي أمس كيف احتفل بالانتصار. فرصة أنت أيضا تعلمهم على كتير أمور متعلقة بالثقافة وبالمطبخ وغيره الفلسطيني تحديدا. ليث بازاري، مفد العربية إلى الدوحة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وتحياتنا إليك. شكرا.